كويس جدا. بص احنا يعني ده الشق اللي هو الفني شويه، بس في لسه معطيات تانية وفي نقاط تانية عايزين نروحها. بس خليني برضو نروح لطارق. وطبعا أو يعني طارق انت برضو من النقاد اللي على فكره انا بتابعك وكتاباتك على الفيسبوك، ربنا يخليك. بيبقى ليك برضو رؤيه دايما مختلفه، يعني كده بحس ان انت بتنظر للماتشات فيها او فلسفه شويه. والله فيها بالظبط كده. بتشوف ازاي الماتش ده ممكن ان هو مجرياته او احداثه تكون برضو الاهلي والوداد، وبنتكلم شوط اول بقى، مش هنقول ماتش، شوط اول على ارضنا وشوط تاني بين طبعا يعني جماهير الوداد. خليني اقول لك اول حاجه، يعني انا دايما رايح لحته الفلسفه في الكوره دي فعلا، لان دايما بشوف في سيناريوهات كده الكوره دايما بتعملها لنا كانه فيلم دراما. اول حاجه المباراه صعبه بمعنى الكلمه، في اوقات بنقول كلمه صعبه بيبقى مجرد تهويل بس للماتش، انما المباراه دي صعبه للغايه على الطرفين. الفرقتين حافظين بعض، الفرقتين مستويات قريبه جدا جدا، مدربين هنا وهنا افكار اوروبيه زي ما بيقولوا، عندهم اسلحه هجوميه ودفاعيه، عندهم كل حاجه. فالمباراه صعبه هنا وهنا. خليني اقول لك انا عندي حته تفاؤل بقى بسبب حته الفلسفه دي. انا كنت منتظر صن داونز تتاهل، بس باللي حصل وبسيناريو التاهل بتاع الاهلي نفسه من اول ضربه الجزاء اللي ضاعت، لا لا لا، السيناريو ده بيقول ان البطوله دي رايحه للاهلي بالمنظر ده. بالمنظر ده في وقت كده تحس ان الكوره بتقول لك انا عايزاك النهارده البطوله دي بتاعتك. والله واحنا عايزينها، بس احنا كده كده هناخدها، هي عايزينها واحنا عايزينها، احنا كده كده هناخدها، عندنا منها 10 بس. فكون جه الوداد، فانا حاسس ده زي اللي هو الطريق اللي بيقول لك ايه، مش هتاخدها وبس، لا انت هتاخدها وترد بيه حاجات كتيره جدا. اول رد هو رد طار السيزون اللي فات. احنا اتغلبنا بره الكوره قبل ما نتغلب كوره، احنا رحنا لعبنا الماتش في اجواء مختلفه، والناس صحيح. كتير شافت ان لا ده الاهلي يستحق الهزيمه، لا الماتش لو كانت لعب في ظروف مختلفه خلينا نقول كنا ممكن نشوف نتيجه تانية. فدلوقتي في وقت ان احنا نرد الطار ده. تاني حاجه عشان نقفل باب نهائي بقى قصه العقده ومش العقده، ان احنا بنتهزم قدامهم في النهائيات والكلام ده، فاحنا عندنا فرصه. اشاعات والله بتطلع، مش عارف ايه قصه العقده ده، بعيد يعني بتحصل يعني. ما كل كده نقول انديه اوروبيه بتتعقد مع ريال مدريد، ريال مدريد مثلا عقده لكل يعني اوروبا كده، واتقال برضو كلمه عقده دي اتقالت برضو في حاله سان داونز لو تفتكروا، يعني الناس افترضت ان هي مشكله عقده، وبعد الخمسه الاهلي عاده هو اللي بيشكل عقده للغير مش العكس. فانت عندك فرصه تنهي القصه دي تماما ان شاء الله. والقصه الثالثه، يعني خليني برضك لو انتم متذكرين السنه اللي فاتت في وقت الفاينل طلع تصريحات بعد المباراه ان ده وقت الكره المغربيه، وان الجبهه المصريه مثلا خدت فتره طويله جدا من السيطره على الاتحاد الافريقي وعلى قدرات افريقيا، وان جه وقت ايه توقيت المغرب، وبعدين تلاها قصه المغرب في كاس العالم شرفتنا وشرفت العرب كلها. مع كل حبي واحترامي للشعب المغربي والكره المغربيه وكل اشقاء العرب، بس انا بحب الاهلي اكتر، انا بحب مصر اكتر، انا نفسي اشوف ده فرشور. فدي فرصتنا ان احنا نقول تاني ان مصر موجوده رغم كل التفوق المغربي. دي النقطه الفلسفيه اللي انا شايفها في الماتش ده، ان هو بغض النظر عن الفنيات اللي كريم اتكلم فيها شويه ولسه هنسرد فيها اكتر برضه. واخد الموضوع لناحيه شخصيه شويه، او مش شخصيه خالص والله، بس يعني زي ما الناس كلها بتحب تشوف بلدها احسن حاجه وبتشوف فرقها احسن حاجه، انا نفسي اشوف بلدي احسن حاجه. وزي ما احنا مسيطرين دايما على افريقيا، مصر هي المنتخب، انت الافضل شباب، انت الافضل انديه، انت الافضل، سيبك يعني اهلي زمالك اسماعيلي، دايما انت مسيطر. يعني معنى كده مفيش حاجه بخوفك، يعني انت كلامك كله بتشع منه طمانينه. انا قلقان يعني، الكلام يبان ان انا ضايع. شوف بعد كل اللي انا قلته لك ده، بس انا الكلام رايح ان انا سكت ان انا مطمن، ده اكيد. وتحس ان انت يعني عندك ثقه في فرقتك، انما ككوره طبعا الماتش مرعب للغايه. ما انت قلت